بيأهلوا أول وتاني على حسب النتيجة المباشرة. احنا معانا على التليفون كابتن أحمد العطار، أحد طبعا المميزين في هذه اللعبة سابقا، ونجم أيضا فريق نادي الزمالك الكبير. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك ومنتخب مصر أكيد. ربنا يخليك وسلامي طبعا للحضور والكابتن العظيم كابتن هاني رمزي. حبيبي يا ربنا يخليك يا كابتن، منورنا في البيت الكبير. كابتن احمد من اللعيبه المميزه جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. كابتن احمد، شايف اولا استضافه مصر لهذه البطوله الكبيره جدا في ظل الظروف اللي يمكن العالم بيمر بيها، شايفها ازاي؟ وكمان شايف البدايات الفنيه لمنتخبنا في اول لقاءاته في كاس العالم امام المنتخب التشيلي. هو طبعا كابتن هاني، طبعا استاذ سام، طبعا العالم كله هيتوقف يعني في لحظه طبعا فارقه. يمكن مصر هي اللي بترسم عوده البطولات العالميه. يمكن شفنا دول كتير كان عندها بطولات تنظيم ابتداء من الاولمبيات لبطولات عالم السباحه لبطولات اوروبا، حتى في كره القدم كل ده، بطولات افريقيا كل ده تأجل، وكل يعني الدول خافت تدخل في يعني تدخل في يعني حاجات صعبه جدا. ولكن اعتقد يعني نجحت الحكومه المصريه والقاده السياسيين في مصر ان هم يوصلوا رساله للعالم، يقولوا للعالم كله لازم نتعايش مع الفيروس، لازم نعمل كل الطرق الاحترازيه الممكنه، وبعد كده نعيش حياتنا الطبيعيه، لان طبعا ده مصدر رزق لناس كتير جدا، البطولات والمدربين واللاعبين والعالم كله ما يقدرش يستغنى عن الرياضه، لان حتى يعني الرياضه ملهاش اي يعني ملهاش سن معين. فدي رساله وصلت من مصر للعالم كله، وخصوصا ان 32 فرقه لاول مره تتعمل بطوله بهذا الحجم الكبير. وطبعا مصر رائده في التنظيم، لما شفنا حتى بطوله افريقيا القدم رغم ان احنا ما حصلناش عليها، ولكن قدرنا برضه نبعت رساله للعالم ان احنا في التنظيم على اعلى مستوى. نتمنى لمصر ان هي توفق لنهايه البطوله، وان شاء الله تعدي البطوله بسلام، ليبدا العالم بقى بعدينا كل اللي عنده بطوله هيستضيفها، سواء الاولمبياد سواء بطوله عالم، يخش بقلب جامد زي ما بيقولوا كده باللغه المصريه، وينظم البطوله ويعمل كل الطرق الاحترازيه، والعالم يبتدي يشتغل تاني يعني في كل مجالاته. صحيح، وده يمكن كان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي كابتن احمد، ان انت النهارده لازم تتاقلم وتتعايش مع وضع جديد اسمه كورونا فيروس، فلازم وجب علينا يعني خلاص بات علينا هذا التعايش يعني في ظل هذه الأزمة، وإن احنا نتعامل بقى وخلاص يعني. فأكيد كلام مهم ورسائل مهمة. قرار بقى اتفضل. وطبعا الحمد لله نجحنا، والنهارده لما بنشوف الماتشات بتتلعب، وشفنا يمكن امبارح كان مباراه مصر فقط، النهارده احنا شفنا كل اللقاءات يعني اتعملت على اعلى مستوى، والناس كلها بتستمتع بالبطوله، والمستويات شايفين مستويات يعني حتى مستويات اللعيبه اللي جايه، يعني شفنا حاجات ورسائل جميله جدا. شفنا المنتخب الالماني قاعد في الهرم وبيتصور والخلفيه بتاعته اهرامات الجيزه. لا، مصر كبيره، مصر كبيرة بناسها، ومصر كبيرة بقيادتها، واحنا الحمد لله احنا شعب قوي ويقدر يعمل المعجزات. واحنا طول عمرنا البطولات اللي هي الحاجات اللي بتبقى علينا دي بتبقى بالنسبة لنا تملي، احنا بننجح في الحاجات الصعبة قوي يعني يعني الشعب المصري ده ربنا مديله قدرات في الحاجات الصعبه بيخش بيها وبينجح. فنتمنى ان شاء الله التوفيق. ونخش بقى في اللقاء بتاع امبارح، طبعا اتمتعنا بيه، وكانت ضربة البداية طبعا للمنتخب المصري، المنتخب المتكامل الصفوف وعنده بدائل كتيرة جدا، قدر ان هو يعني يفوز باللقاء من الشوط الاولاني، فرق 7 اهداف في الشوط الاولاني، وابتدى الشوط الثاني يدي فرصة لجميع اللعيبة. وممكن طبعا في ناس يعني انزعجت شوية ان السكور ابتدى يقل، وابتدى يعني تشيلي تبتدي تخش في اللقاء. انا بطمن الناس، لا ما فيش الكلام ده، هو المدرب حب يجرب كل اللعيبه، لان ده اللقاء الاضعف في البطوله في المجموعه، فهو بالنسبه له عايز يجرب كل اللعيبه، ويحط بقى من ابتداء من يوم السبت ان شاء الله
التشكيل الاساسي للمنتخب المصري الصف الاول ومين البديل وطرق اللعب اللي هيلعب بيها بعد كده، ويطمئن على بقيه اللعيبه، لان يمكن احنا ما كانش عندنا ماتشات كفايه طبعا في الاحتكاك قبل البطوله، يمكن لعبنا ماتشين فقط مع اليابان وماتشين مع البحرين، فهو كان الراجل عايز يجرب عايز يطمئن على بقيه اللعيبه. وانا كابتن دايما بقول دايما البطولات الكبيره خاصه بطولات كاس العالم وكاس افريقيا دايما الفرق ما بتبداش بالتوب فورم بتاعتها، هي دايما دخول البطولات والمدربين كمان بيتكلموا ان الفورمه او مع دخول البطوله المستوى الفني بيزيد، فده كمان مطمنا ان شاء الله مع دخول المسابقه والادوار ان شاء الله دور المجموعه ده يعدي ونخش اكيد المستوى الفني هيزيد بشكل كبير يعني. طبعا يا كابتن هاني كلامك 100% طبعا صحيح، لان البطوله لسه بدري فيها، يعني منتخب مصر ان شاء الله عشان يوصل للنهائيات هيلعب حوالي 8 لقاءات، فطبعا من البدايه طبعا لازم يكون الحمل التدريبي ان هو يخش بالمستوى بنسبه مثلا، ومعروف طبعا الكلام ده من بدري ان ترتيب الماتشات بتاعتنا تدريجيا، فده ان هو بيخش بفورمه يعني بنسبه 60% ويبتدي يعلى طول الماتشات والاحتكاكات اللي موجوده لحد ما يوصل ان شاء الله للنهائيات ويكون وصل لاعلى التوب فورم بتاعته ان شاء الله. لما كابتن احمد المدير الفني قرر ان هو يعني يريح بعض اللعيبه اللي لعبت امام تشيلي، قرار زي ده راي حضرتك فيه ايه؟ ولما اتكلمت كمان عن انه فرق الاهداف يعني بيقل او بيبقى قريب قليل، ده بيكون يعني بيقلق؟ هو طبعا يعني هو بيبقى فيه، يمكن احنا شفناه في الشوط الثاني لما ابتدى تشيلي يتقرب، يمكن خد تايم اوت في الدقيقه 12 كان حتى اجريسيف كمان في الكلام مع اللعيبه، وكان بينبه عليهم ان هو معنى ان هو بيدي فرصه لبعض اللعيبه ان مفيش تسرع، يمكن حصل بعض من التسرع في اللقاء، ابتدى اللعيبه شفنا حسن قداح شفنا احمد هشام اللعيبه الصغيره دي لما نزلت عايزه تثبت وجودها، فكان في نسبه تسرع شويه في تخليص الهجمه، فده يمكن عمل طبعا يعني فص بريك علينا، فابتدى الامور يعني ايه السكور يقرب شويه، فهو طبعا يمكن خد تايم اوت في الوقت ده وابتدى يهدي اللعيبه وابتدى برضه اثار ان هو برضه لازم يغير، يمكن كان الشوط هو ثبت تشكيل الشوط الاولاني والشوط الثاني كان فيه تشكيلات كتيره، يعني يمكن في لعيبه كانت تنزل في الثلاث دقائق وتطلع خمس دقائق وتطلع، ولكن برضه كان في لعيبه مميزه زي اكرم يسري كان متميز جدا، الخط الامامي بتاعنا كان متميز سواء بكار احمد مؤمن محمد سند علي دين كمان اشتغل من الخط الخلفي شويه وكان برضه ظابط الاداء في اللقاء طبعا يحيى الدرع اللي هو طبعا خد مان اوف ذا ماتش وعمل لقاء قوي جدا وكان صانع اللعب وكان بيحاول ان هو يهدي اللعيبه وكان بيحاول ان هو ينظم خطوط اللعيبه ويمشي التكتيك بتاع الفرقه على اساس ما يبقاش فيه حته اللعب الفردي وده اللي احنا بنقلق منه. بالنسبه لنا النهارده لما شفنا كمان السويد مع مقدونيا يعني اتضح ان فعلا مقدونيا اقل مستوى من التشيك، يمكن التشيك اقوى منها طبعا، وهم يمكن باين ان طبعا فرق 12 هدف كتير جدا في اللقاء، فاعتقد ان برضو ده لقاء بالنسبه لنا هيبقى برضو الحمد لله يعني متاح ومش هنبذل فيه طبعا جهد كبير، ولكن نتمنى ان هو يثبت التشكيل ويبقى كل واحد ياخد الوقت يعني المتاح ليه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرم منتخبنا باذن الله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد العطار احد اساطير كره اليد، بنشكرك شكرا جزيلا.